يا موج الأثير خذ اشتياقي إلى تبنين وابلغها الجواب وإني إذ ظفرت برغد عيش فقلبي غير ربعك ما استطاب أليست خيمة التينات عندي تعادل كل ناطحة سحابا وفي الصديق حيث البطن زاهم يعانق في أعاليه القبابة وعين الحور هل أرجع إليها وأغسل في مجاريها الثيابة. يوشع بن نون كان مارق وهربان من الصفرة بنت النبي شعيب قاعد صديق عند المياه نحن بنقول لها عند عين الخان. مرق الرجل قال له ستمر بدأت مر حرمة مع هجر اعمل معروف إذا سألتك عنه إلها إن اتجهت شمالا لا إلا إن اتجهت شرقا واتجه شرقا هربا منها يعني هي مع جيش ومع بمفرد فعلا بعد فترة بسيطة مرأت حرمة مع جيش سألته إنه مرأ رجل صفاته كده كده قال لها إيه مرأ واتجه شمالا لحقت شمالا وصلت على عيون صفد هيك لقت الرعاة سألت مرأ رجل صفاته كده كده قالوا لا ما مرأ اعتبرت إنه صديق ضل الله صديق لما رجعت الخيل فزع طلع بالعريض اللي بنسميه نحن عريض النبي هذا وصل لهون أدرك الخيل أكلوه وإجوا أهل البلد دفنوه.